راح احكي لك عن اخطاء انا ارتكبتها كرائد اعمال عشان انت ما تضطر انك ترتكبها. الخطأ الاول، عمرك ما تجيب شركة يعملوا لك تسويق لشركتك او منتجاتك. انت صح لازم تعطي الخبز لخبازه، الا في التسويق لازم انت تكون بروفيسور في التسويق. عشان حدا يسوق لمنتج لازم يكون فاهمه، وانت اكثر انسان فاهم المنتج تبعك. الخطأ الثاني، ما توظف حدا متعود انه ينط بين الشركات. يعني لما تطلع على السي في تبعه بتكتشف انه اشتغل 6 شهور هون 10 شهور هون، هذا الانسان راح يدخل ويخرب على شركتك ويخرب على موظفينك. الخطأ الثالث، ما تدرس المنافسين ولا تطلع لهم، مجرد ما انك لفت انتباهك عليهم اوريدي هم سبقوك. الخطأ الرابع، انك تعتقد انه رأيك كثير مهم اثناء اختيارك للمنتج اللي بدك تبيعه. يعني انت يمكن ما بتحب القهوة، ولكن تجارة القهوة ممكن تحقق لك ملايين من الايرادات. الخطأ الخامس والاخير، انه دائما بنعتقد انه لازم المنتج تبعنا او خدمتنا لازم تكون مثالية 100% عشان نطرحها في السوق، وهذا غير صحيح. يعني اذا انت بدك تطرح تطبيق توصيل طلبات مثلا، مش لازم التطبيق يكون 100% فعال او شغال وما في اخطاء، لا، اطرحه في السوق بعدين اتعلم وشوف رأي الناس فيه.